اهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لذكريات مباراه تاريخيه في استاد القاهره الاهلي والاتحاد الليبي في مرحله كانت مهمه جدا هتتاهل من خلالها لدور المجموعات. 2-0 في ليبيا، 2-0 في القاهره، وبتلعب في الثواني الاخيره من نهايه اللقاء وهتروح على طول لضربات الجزاء الترجيحيه. لكن ادي واحده يا شهاب جيف في نص الملعب تسديده من على مسافه 40 يارده او 30 يارده عشان هدف تاريخي في توقيت تاريخي يقدر الاهلي يكسب بيه يعني هذه المباراة ويتأهل لدور المجموعات. بعد فترة كان الأهلي بيبتعد شوية عن أدوار المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ضيفي وضيفكم الدباح والمدفعجي وتقدر تقول زي ما أنت عايز تقول، منورنا النهاردة في بيته في قناة النادي الأهلي كابتن شهاب الدين أحمد. منور الدنيا يا شهاب. حبيبي يا سعيد، أنا مبسوط إن أنا معاك النهاردة، وزي ما أنت قلت الواحد دايما بيفتخر إن هو بينتمي لكيان النادي الأهلي، فالواحد فعلا لما بيجي هنا بيحس ان هو في بيته وبيستعيد ذكريات جميله جدا، فبتمنى لك التوفيق ودايما متالق يا رب دايما كده. مش عايز اكبرك شويه بس عدى على الماتش ده 15 سنه مثلا؟ كان في 2010. 2010 14 سنه. 14 سنه بالظبط. بتتذكر الهدف على طول؟ طبعا. يمكن من الحاجات اللي لحد دلوقتي الناس بتقابلني فاكره الهدف وفاكره المباراه دي بشكل كبير. فبصراحة أنا بفتخر جدا إن أنا زي ما بقول لك في حاجات بتفضل موجودة معاك بسيرتك بالذاكرة بتاعتك، فدي من الحاجات اللي أنا لحد دلوقتي الناس الحمد لله مأثرة معاها والناس دايما بتفتكرك بالجول دوت. اللي يتفرج على الماتش ويسمع التعليق ادي واحدة يا شاب من المعلق الكبير طبعا محمد عفيفي طبعاً. وبالمناسبة التعليق ده كان على شاشة قناة الأهلي في فترة 2010 لما كانوا ساعتها بنلقي مباريات إفريقيا في الأدوار التمهيدية مباريات الدوري. هو بيقول لك ادي واحده يا شاب، وانت فعلا كان في التوقيت ده بتدي واحده. دي حقيقه فعلا. زي ما انت بتقول يمكن قبليها حتى في ماتشات قبل كده كنت جبت جوال بشوط ماتش المنصوره في الدوري، يمكن سبحان الله يمكن الجول ده تحس ان الناس كلها كانت مستنيه ان انا اشوط، حتى الناس في يعني انا ناس كتيره قابلها في الجمهور يقول لي كلنا بنقول شوط، يعني كله كان تحس ان هو عايز شباب يشوط. فطبعا توفيق من ربنا كبير في توقيت زي دوت. فطبعا زي ما انت بتقول عفيفي يمكن ادى كمان اللي الجون بالاذاعه بتاعه طبعا شكل كويس جدا لحد دلوقتي، يعني انا بحب جدا الجون بصوته هو، يعني بصوته هو رغم كان على فكره المباراه دي كانت منقوله على ثلاث اربع قنوات، وكانت بالتاكيد قناه الاهلي كانت نسبه المشاهده عاليه جدا في الفترات اللي زي دي مع نقل المباريات. لكن عايز اقول لكم وقتها الجون ده لغايه دلوقتي اول ما يتقال شهاب ضيف على طول جمهور الاهلي ادي واحده يا شهاب. دي حقيقه. عشان كده انا بقول لك انا بعتز وبفتخر باللحظه دي لان مأثره لحد دلوقتي مع جمهور النادي الاهلي اللي ليه فضل كبير طبعا بعد ربنا على اي حد بينتمي للكيان طبعا. طب قول الو. الو الو مساء الخير. مساء النور. هتديله واحده على الهوا بقى ولا ايه؟ ادي واحده يا شهاب. حبيبي منور يا كابتن. المعلق الكبير المعلق الرياضي الكابتن محمد عفيفي منور الدنيا. حبيبي يا استاذ محمد منور الدنيا، وضيفك النجم الكبير طبعا الكابتن شهاب كان وقتها هو واحد طالع وسط نجوم كبيره، يعني لو تفتكر تشكيل الماتش يا كابتن. انما خلينا نرحب بالكابتن شهاب اللي اكيد جمهور الاهلي برضه وحش وجوده على الشاشه. حبيبي يا كابتن عفيفي انا مبسوط جدا ان انا سمعت صوتك وبتمنى لك كل التوفيق ودايما متألق دايما كده يا رب. وزي ما بقى لسه كنت بقول لمحمد من الحاجات اللي انا بعتز بيها الاذاعه بتاعتك على الجول بتاعي، فادى للجون شكل كبير وبعتز بيها جدا. يا كابتن عفيفي احساسك وقتها وانت بتعلق على المباراه في قناه الاهلي وفي الدقيقه كام؟ 93 94 والماتش راح لركلات جزاء والشوط الاول 0-0 ومحتاج ثلاث اجوان في الشوط الثاني، تفاعلت مع الهدف ده ازاي بخلاف طبعا هدف فضله او هدف متعب؟ خلينا اقول لك يا كابتن محمد ان المباراه دي ليها كواليس كتير، انما طبعا كان اهم مشهد فيها زي ما بنقول كده مشهد النهايه، مشهد الجون بتاع الكابتن شهاب. ولكن اليوم ده كان يعني من الايام الصعبه جدا، انت عارف اللقاءات الافريقيه للنادي الاهلي واللقاءات الحاسمه يعني على خاصه المباريات ديت بيبقى في حاله من التوتر، خصوصا ان النتيجه كان فيها مشكله لبدايه الشوط الثاني. مظبوط. يمكن انا متذكر لغايه دلوقتي كان الاستوديو التحليل الاعلامي الكبير الراحل خالد توحيد الله يرحمه نجوم التحليل الكبار الدكتور طه اسماعيل والكابتن زكريا ناصف، ان يفضل الجون ده علامه ليه
واحد من الاجوان المهمه للنادي الاهلي، وكمان كان علامه ليا وارتبط بجمهور الاهلي. مش عايز اقول لك لغايه دلوقتي لو ليا لازمتين ثلاثه الناس بيبقوا بيرددوهم منهم، ادي واحده يا شهاب يعني بعد 14 سنه يعني كان في ناس بعدها على طول ممكن ما يكونش الاسم معروف قوي فيجي يقول لك بتعدي واحده يا شهاب، فده كانت حاجه بتفرحني وببقى سعيد. انا كمان كنت معاصر طلوع شهاب للدرجه الاولى للفريق الاول، هو وشوك وعفروت وشكر الثلاثه كده وهشام محمد كانوا مع بعض طالعين، كابتن حسام البدري اللي اداهم الثقه واداهم لقاءات، وكانوا يستحقوا اكتر من كده في اعتقادي في مسيرتهم، سواء الكابتن شهاب او كابتن احمد شكري او كابتن مصطفى عفروت. اكيد. طيب كابتن عفيفي، الماتش ده لما جاب الجون وانت كملت معاه وحتى شاور ساعتها وحتى شهاب قال لك الماتش خلص خلاص مفيش وقت تاني، تجمع جون في الدقيقة 94، انت علقت وفضلت رايح حتى لفرحة شهاب وعلقت عليها، مش مثلا اندمجت مع الهدف، لا انت كملت الفرحة ووصفتها وعلقتها. الحمد لله بيبقى ده استاذ محمد، دي حاله من التوفيق للمعلق، وكمان انت بتبقى عايش حاله الجمهور. يعني زي حتى انا قلت اثناء المباراه اعذرونا انا النهارده مشجع، خصوصا الاهلي بيلعب مباراه كبيره والاهلي بيلعب بيمثل الكره المصريه، ويمكن الحاجات اللي انا كنت بقولها مش محضرها، دي حاجات تلقائيه، انا ما اعرفش ان شهاب هيجيب جون في وقت مهم ووقت حاسم زي ده، واقول له يا شهاب يا اللي اتولدت كبير، فعلا لعيب كبير انه يسدد من المكان ده والمسافه دي زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد. عايز لعيب عنده خبرات كبيره قوي قوي ان هو ياخد القرار ده، حتى لو هو كان عنده مهاره التسديد، انما بقولنا التوقيت المباراه الضغط الجماهيري، الاستاد مليان على اخره، وزي ما انت قلت في المقدمه يا استاذ محمد بشكرك، الوقت ده احنا كنا اربع او خمس قنوات بينقلوا المباراه، فده كان حاجه ليا برضو زي اللعيب بالظبط او المدرب اللي ربنا بيكرمه وينجح، انك انت يعني زي ما بيقولوا كده يبقى لك تركب المباراه ديت في وسط المعلقين الكبار اللي كانوا موجودين، فده كان حاجه ليها يعني شرف ليا ومردود كويس جدا في الفتره اللي انا قضيتها في قناه الاهلي، شرف ليا ان انا اشتغلت على شاشه الاهلي أكيد اكتر لينا. من موسم. اكيد كابتن عفيفي، انا بشكرك، نورتنا وشرفتنا، وكانت مداخله مهمه جدا في توقيت بنسترجع فيه ذكريات هدف كان مؤثر مع النادي الاهلي لشهاب الدين احمد. اعتقد انا سالتك قبل الهوا هدفك ده اتعلق باربع خمس معلقين، انت قلت لي عفيفي. عفيفي ده حقيقه، يمكن زي ما قلت لك انا بحبه باذاعه عفيفي جدا، لان زي ما انت بتقول شهاب تلاقي الناس تقول لك ادي واحده شهاب على طول، فاهم؟ لحد دلوقتي يمكن لحد دلوقتي فبصراحه هو كان موفق جدا فيها، وانا كنت ربنا كرمني وموفق زي ما هو قال لك، دي بتبقى علامات بتسيب على مدى بعيد، يعني انت بتقول الماتش من 14 سنه الناس لحد دلوقتي فاكره لو عدت الجون كانه لسه بتلعب امبارح، فتوفيق من ربنا كبير طبعا عليا وعلى عفيفي، وكان ساعتها الوقت ده كله يعني ما كانش في ترند وقتها، ما كانش في الكلام ده طبعا، كان في ترند والسوشيال ميديا بالقوه، لا 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 ما كانش في الكلام ده خالص يعني ما كانش في الكلام ده طبعا. اكيد اكيد. طيب اكيد ده بنشكر الكابتن عفيفي وبنتمنى له التوفيق يا رب في مشواره في التعليق على المباريات، ودايما بنستمتع دايما بحضوره وتعليقه في كافه المباريات. طيب شهاب الدين احمد دلوقتي فين؟ اداره، تدريب، بتفكر ازاي في المستقبل؟ انا الحمد لله خدت اداره الدبلومه في الاداره الرياضيه تبع الفيفا، كانت معموله في شهر 3 اللي فات. ممتاز. خلصناها في شهر 6. الحمد لله بدات في الحته الاداريه دي. حته التدريب برضو مقدم لسه برضو على الدورات، ان شاء الله الفتره الجايه برضو نبدا ابدا اخد فيها الدورات التدريبيه. حته بقى في المسار السريع من اول البي اعتقد ولا من ايه؟ تبقى السي والبي مع بعض. السي والبي مع بعض دوره واحده. دي بعد كده الاي والبروفيشنال. بالظبط كده. فربنا يكرم، لسه بقى يعني انا بدات في الحته الاداريه دلوقتي. حته بقى ان انت تستقر على الحته الاداريه او التدريب دي لسه يعني. انت بتفضل ايه؟ تتجه للمجال الاداري والله ولا المجال التدريب؟ انا عايز اقول لك مهنه التدريب مهنه صعبه جدا جدا يعني، وخصوصا في مصر عشان ابقى صريح معاك. حته التدريب انت ما بتتاس بالكواليتي بتاعك او بفكرك، هي للاسف دلوقتي بقت ماشيه بالعلاقات بالمصالح الشخصيه. في ناس ممكن تلاقيها عندها الامكانيه بس بعيده، ما بتعرفش تتعامل او ما بتعرفش توصل ان انا اتعامل في المكان ده بشخصيته او بطبيعته، لازم تلاقيه بيبذل مجهود عشان يوصل بس ما يقدرش يشتغل، فهي دي المشكله في مصر عندنا مبنيه يعني على علاقات اكتر جدا من السيره الذاتيه والسيفيهات والامكانيات. بالظبط بالظبط. يعني في مدربين كتيره كويسه
وبعدين هنا المدرب مثلا تلاقيه بيبدا يشتغل من عنده، عنده 50 60 سنه. طب ليه يعني، ليه المدرب يبدا 50 60 سنه؟ طب ليه المشكله المدرب يبقى شاب ويبدا ياخد تجارب ويخوض التجارب ويبدا يتعلم؟ ليه احنا، وكمان المشكله كمان زي ما انت بتقول مثلا الدورات التدريبيه هنا في مصر احنا بقى لنا سنين واقفه، متاخره كتير. دلوقتي المدرب مثلا عايز يطلع بره مصر يشتغل، اول حاجه بيطلبوها بره الشهادات. طب اذا كان انا في بلدي ما فيش شهادات هشتغل ازاي بره؟ بدات مؤخرا حتى بعد ما اتعين كابتن علاء نبيل بالظبط، لكن قبلها قعدنا سنين كانت كابتن علاء بصراحه جه وبدات الدورات تشتغل زي ما انت بتقول. بس زي ما بقول لك انت لا مدي فرصه الناس تشتغل هنا ولا مدي الناس فرصه تشتغل بره، لان انت معطلهم بموضوع الشهادات هنا. فالفتره الجايه يعني انا شايف ان كابتن علاء بصراحه بيبذل مجهود كبير جدا في القصه دي وبيحاول يساعد الناس كلها. فاتمنى ان حتى الناس يعني المنظومه كلها تبص، مش لازم ابقى واحد معدي 50 60 سنه عشان ابدا اشتغل في الكارير اللي انا عايزه. لا، ما ايه المشكله ان انا ادي للشباب فرصه؟ ايه المشكله ان انا ادخل وجوه جديده؟ ما انا مش لازم هفضل كل الناس هي اللي في المشهد، ده بيمشي عشان ده يجي. فهي دي المشكله اللي احنا عندنا، دايره احنا دايرين فيها بالظبط. ده مشي هتلاقي ده غيره جه بياخد وقته وبعدين هي مجموعه. طب يا جماعه ما المجموعه دي اصلا يعني فشلت 100 مره مصممين عليها برضو. طب احنا ما بنصلحش. انا عاجبني في الجيل بتاعكم يعني عفروتو حاليا دلوقتي بيشتغل على فكره الاكاديميات والبراعي، شكري بيشتغل على فكره التدريب بس في الفيرست تيم، تمام. هشام اعتقد هشام محمد حاليا دلوقتي هشام بيلعب في الاسماعيلي، بيلعب لسه في الاسماعيلي. بس هو هشام لسه الوحيد اللي مستمر شويه. هشام كان مقدم معايا في الدبلومه دي، بس ما عرفش يجي بسبب ماتشات التدريبات بسبب الماتشات والتدريب. فالتنوع في جيلكم ده كويس طبعا، لان خلي بالك احنا جيلنا برده ما خدش حقه في الكوره عشان بصريح معاك. احنا مرنا بظروف عطلتنا كتير، فاحنا نفسنا نعمل حاجه، نفسنا لان احنا اتعلمنا وتربينا ونشأنا في النادي الاهلي على مدربين كبار جدا، وعشنا النادي الاهلي كون شخصيه لشاب، لهشام، لعفروتو، لكل الجيل ده. فنفسنا نعمل حاجه من اللي احنا اتعلمناه من الناس الكوادر، لان الكوادر دلوقتي ما بقتش موجوده. الناس دي دلوقتي انت تيجي تبص لقطاعات الناشئين مفيش مواهب، مفيش حد بيقدر يشتغل بيقول انا عايز اشتغل عشان اطلع. لا، دلوقتي الموضوع كله زي التيكاوي السريع على طول. مش عايز اتعب عشان الاقي النتيجه، لا انا عايز حاجه سريعه. ايه الظروف اللي واجهت الجيل بتاعكم؟ لا انت عندك ثوره في بورسعيد، فاهم الاحداث اللي هي حصلت في وقتها. الحاجات دي جت في وقت ما احنا كنا مكسرين الدنيا، مظبوط، فعطلتك، فاهم؟ عطلتكم من 2011 لغايه اعتقد 2014 لحد 15. اربع خمس سنين دي فتره كبيره. وفي لعيبه في سننا في انديه ثانيه كانت بطلت في الوقت ده، يعني في لعيبه بعدت خلاص ما بقتش تلعب. كانش في دوري، كان الاهلي والزمالك هم اللي بيلعبوا في افريقيا بس. لو تفتكر الفتره فاكر دي كان كل اسبوعين مباراه في افريقيا بس، فهي دي في الجونه كمان بالظبط. كنا في 2013 دي كلها لعبناها في الجونه. فهي دي النقطه كلها، بدات بقى تخش، بدات الكوره ما بقتش تبقى زي الاول اصلا، مفيش جمهور، مفيش الكلام اللي كنا اللي احنا متربين عليه ده اصلا. الصناعه نفسها اتاثرت بالظبط. الانديه الثانيه بقى لا، ما بتتاس ان انت لعيب كويس او لا. يعني لما انا مشيت من الاهلي مثلا في 2014 الكره في النادي الاهلي غير الكره في اي نادي تاني. انت اخر حاجه بتقاس فيها مستواك الفني، زي ما بقول لك انت علاقتك ايه كويسه بالاداري، بمدير الكوره، بعضو مجلس اداره، هي بتبقى ماشيه. الوكيل اهم واحد في المنظومه دلوقتي. الوكيل ممكن يجيب لعيب قاعد في البيت بقاله سنتين يوديه الحته الفلانيه، ولاعيب تاني بيلعب في الحته الفلانيه لا عشان ما راحش مع الوكيل ده. فانت عندك في المنظومه اصلا خلل كبير. فهل اللي يعني انا اتمنى ان كابتن هاني ابو ريده، لان كابتن هاني ابو ريده ملم بالحاجات دي، اتحاد الكوره ملم وعارف. انت مش واحد جديد لسه داخل فبتستكشف، لا انت عارف كل المشاكل والخبايا اللي موجوده في الكره المصريه. فهتيجي تغيرها هتلاقي الناس كلها في ظهرك، هتيجي تعمل نفس الشغل هتلاقي الناس كلها ضدك. فهو اكيد انا عارف المهندس هاني ابو ريده ملم وخبرته كبيره جدا، فاتمنى ان هو يشتغل على الحته دي، لان الكره المصريه تستحق اكتر من كده بكتير. احنا بنتاخر، احنا البلد الوحيده اللي في افريقيا عمالين نتاخر، كل افريقيا بتتطور، حتى البلاد الصغيره بتتطور. فهي دي المشكله. فاتمنى ان الفتره الجايه دي تبقى فتره ازدهار للكره المصريه عامه. طيب لو اروح لشهاب واسالك على فكره، خدت كام بطوله مع الاهلي؟ خدت 13 بطوله في الفتره الزمنيه القصيره دي. انا طلعت 2000 اول ماتش رسمي ليا 2008 مع جوزيه، مانويل جوزيه، في الدوري اللي احنا خدناه في ماتش الفيصل بتاع الاسماعيلي اللي اتلعب في استاد الماكس بالظبط. كان اول ماتش ليا ماتش الترسانه 3-2 في الكليه الحربيه. اوكي، ده اول ماتش ليا مع مستر مانويل. وبعد كده مشي، بعد كده بقى كملت، رحنا كاس العالم الشباب
كملت بقى مع كابتن حسام البدري 2009 كاس العالم، وبعد كده كملت بقى مع كابتن حسام. بالظبط، هو كابتن حسام حتى وقتها هو اللي اداكوا الدفعه ان الجيل ده يخش يندمج مع عماد متعب واحمد حسن وتريكا وبركات واحمد فتحي ووائل جمعه، احمد السيد، شادي، امير عبد الحميد. انا حضرت شادي، عفروته ما حضرش شادي، كان رجع، كان كابتن شادي كان ساعتها مشي اول ما كابتن حسام مسك تولى المدير الفني، يا دوبك كان في اول سنه. كل الجيل ده مش عايزين، عماد متعب، محمد فضل، ناس كتير جدا عاصرناها في الوقت ده، وبصراحه هم من الاسباب اللي خلونا نظهر بالشكل ده، يعني من الاسباب. خدوا بايديكوا طبعا، ما كنتش تحس ان انت موجود وسط الاسماء دي، يعني احنا كنا في الناشئين قبل ما نطلع كنا بنقول هنطلع فين، كان دايما متصدر لقطاع الناشئين، لا ما حدش هيطلع. ومستر مانويل كان متصدر تحت لينا انه ما بيحبش الناشئين، يعني اخر واحد كان طالع حسام عاشور من قطاع الناشئين من 2004. وحسام عاشور خلي بالك طلع، يمكن هو قال قبل كده، هو كان رايح يتفرج على مهاجم فعجبه حسام عاشور راح حسام بالظبط. فهي دي القصه، ان مانويل جوزيه ما كانش مصدر ان هو عايز يبص تحت، فهي النقطة كده، فانك تطلع وكابتن حسام يديك الثقة في وسط النجوم دي، فدي حاجة كبيرة جدا. ايه اغلى بطولة من ال 13 بطولة؟ 2012 دوري الابطال رادس. طبعا دي البطولة اللي بعتز بيها جدا، ويمكن اغلب الجيل ده كله بيعتز بالبطولة دي. يعني اجمل بطولة تلعب فيها كورة؟ طبعا نهائي اللي في الترجي في تونس ده كان كورة غير طبيعية، مفيش واحد كان مقصر، اللعيبه كلها كانت في حالتها الفنيه وفي تركيز شديد جدا. يمكن انا فاكر اكتر واحد فاكره في الماتش ده كان حسام غالي. حسام غالي عمل ماتش غير طبيعي في الماتش عالمي. ده. هو من سوء حظه بعدها جت رباط صليبي في كاس صليبي العالم، في كاس العالم كان بيلعب مباراه وديه او في كاس العالم اعتقد، كاس العالم اول ماتش كده. اول ماتش في كاس العالم كان الكيرف بتاعه كان عالي كان قوي في جاله. الفتره دي. طب انت بتلعب في نص الملعب، بص بقى الاسامي، حسام حسن، حسام غالي، واحمد حسن، وكان احمد حسن كان مشي، كان مشي احمد حسن مشي في 2011 مع مستر مانويل لما جه وما جددش، كان اخر ماتش ماتش المقصه بس انت كنت موجود في وسطيهم وقتها. انا حضرت، انا بتكلم على نص الملعب في الوقت اللي انت كنت موجود فيه. حضرت حسام غالي واحمد حسن، كان مين تاني؟ شوقي عاشور، اينو، محمد شوقي، حسام عاشور، اينو كان شبيطه، مصطفى شبيطه، مصطفى شبيطه وعبد الله فاروق. دول اللي انا حضرتهم. المنافسه كانت ازاي في وسط وجود حسام غالي واحمد حسن والاسامي ومحمد شوقي وحسام؟ انت عارف انت بتتكلم على نص ملعب منتخب مصر، مصر موجود في النادي الاهلي بالظبط، شوقي وغالي واحمد حسن، يعني ازاي كانت المنافسه ما بينكم؟ ما انا بقول لك الميزه ان كابتن حسام كان مدينا الثقه بشكل كبير، كان واثق فينا جدا. وحتى اللعيبه لما كنا بننزل نتمرن، لا كان، انا فاكر كابتن تريكا كان بيقول لنا العبوا لعبكم ما تخافوش، اغلط وما فيش مشكله، شال الرهبه بينكم بالظبط. كلهم كلهم، مش هو بس بصراحه، بركات واحمد فتحي، متعب، الناس دي كلها، سيد معوض، فالناس دي تحس ان احنا كنا بنخش الاوضه كاننا مثلا بقالنا سنين معاهم، فبصراحه فرقوا معانا جدا، وهم من اسباب مع الدفعه بتاعت كابتن حسام اللي خلونا نظهر بالشكل ده ويبقى عندنا الثقه ان احنا نقدر نشتغل معاهم بشكل كويس جدا. من حسن حظ سعد سمير ان ما دخلش في المجموعه دي معاكم في التوقيت ده وطلع بره اعاره ولعب شويه؟ طلع اعارات فتره. سعد في الاول، سعد طلع المقاولين وطلع المصري، ففرقت معاه. يمكن فرقت معاه لان كان الفتره دي كان في ناس كتيره ورا بتلعب وماشيين بشكل كويس، فسعد لما الناس دي، كابتن وائل بقى اعتزل وكابتن احمد السيد والناس دي كلها، فسعد رجع بقى في مكانه بالظبط. طيب عموما لسه الحوار مستمر مع شهاب الدين احمد، ولسه عندي تفاصيل وكواليس هنتكلم فيها، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. حوار الذكريات حوار ممتع جدا مع واحد من النجوم اللي انا عشت معاهم فترات جميله جدا حتى في المشوار الاعلامي او المشوار الصحفي، شهاب الدين احمد نجم خط وسط النادي الاهلي. شهاب، وانا قبل ما اطلع فاصل بتكلم على نجوم خط الوسط، جبنا اتكلمنا على حسام غالي واحمد حسن واينو، اينو وحسام عاشور وقتها. بص افكركم بحاجه وشهاب دلوقتي هيتكلم عليها، كان في ثلاثي كده في وسط الملعب عاملين رباطيه، بس رباطيه ايه، تخش ما بينهم مش هتعرف تطلع، اينو، حسام عاشور، احمد حسن، يعني كان جو مش عايز اقول لكم حاجه مختلفه. فاكر وقتها؟ طبعا عاشور واينو يمكن كانوا مبرشطين على كابتن احمد على طول.
بس بصراحه كانت الاجواء جميله جميله زي ما انت بتقول يا سعيد، الروح كانت جميله جدا بين اللعيبه دي كلها واللعيبه الكبيره، فكانت ايام جميله بصراحه. يمكن انت كنت معانا على طول، يمكن في السفريات بره كنت بتبقى موجود معانا، فايام زي ما انت بتقول ذكريات جميله جدا، وكل الناس دي بصراحه ما حدش فيها اثر في تاريخها مع النادي الاهلي، كل الناس عملت اللي عليها، فيا رب دايما كده تبقى الذكريات دي موجوده ما بيننا دايما. لسه انت متواصل معاهم يعني، بتكلم عاشور، بتشوف الصقر، بتشوف الناس، يعني لسه متواصل مع الجيل بتاعك والجيل اللي طبعا قبل كده طبعا حتى؟ انا عاشور على طول، على طول بنتواصل وعلى طول بنتكلم مع بعض وبنقابل بعض. اينو نفس الكلام، يمكن كابتن احمد على مناسبات يعني، مناسبات. لكن في احمد فتحي طبعا، بركات، سيد معوض، الناس دي كلها على طول بتواصل معاها، كابتن ابو تريكه برضه على فترات، فالناس دي كلها طبعا الواحد بيعتز ان هو لعب معاها وعاصرها في الوقت اللي هو كان موجود في النادي الاهلي فيه. هم سطروا بصراحه تاريخ جميل جدا، وبنوا اساس للاجيال حتى اللي بعدها تكمل وتكمل في المشوار الافريقي. يعني نتمنى لهم التوفيق يا رب في مشوارهم الفتره اللي جايه، وفرصه ان احنا نتكلم عن الاجيال اللي صنعت تاريخ في النادي الاهلي، ومش بعيده يعني، ده من سنوات قليله عشان ما نكبرش حد شويه وما نكبركش برضه. لا طبعا السنين جريت بسرعه زي ما جريت انت بسرعه. بتقول. يعني الواحد، انت بتتكلم في الماتش ده كان عندي 19 سنه، فالسنين جريت، فالحمد لله يعني. طيب فترة الكابتن حسام البدري من وجهة نظرك هي كانت أهم فترة في مشوار شهاب والجيل اللي موجود معاه؟ طبعا زي ما قلت لك، احنا بعد توفيق ربنا هو سبب من الأسباب إن خلى الجيل ده ياخد فرصة في وسط اللعيبة دي والكوكبة اللي كانت موجودة. فطبعا كابتن حسام ليه دور كبير جدا إن احنا نخش وسط اللعيبة دي، وإن احنا نأدي وإن احنا نلعب ونشارك بصفة أساسية في وقت كان صعب لأي ناشئ يطلع فيه، فهو ليه دور كبير طبعا ان هو يبقى يعني سبب ان احنا نبقى موجودين في النادي الاهلي. طيب مين من الاجيال الحاليه، مش هقول شبه شهاب شويه في نص الملعب، بس بتحب تتفرج على لعبه، بيفكرك بلمسات انت كنت بتعملها مثلا؟ انا بحب امام يعني، انا بحب امام عاشور. بحب الكواليتي بتاع امام، وبحب الكواليتي بتاع قفشه، انا بحب اللعيب اللي بيلعب لقدام دايما، اللي بيبقى عنده الحلول، انه يقدر ما يبقاش ان انا اقدر اباصي بس، لا انا عايز ازيد انا بالكوره، اوصل للناس، اشوط على الجول، بحب الكواليتي دوت. فاللي بيقدر يعمله دلوقتي واللي متميزين فيه دلوقتي امام وقفشه يعني. طبعا السوليه، انا بحب السوليه جدا، السوليه جيلي وعاصرته كتير لما كان في الاسماعيلي وفي منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. الثلاثه دول بصراحه يعني من اهم اللعيبه في وسط النادي الاهلي. مروان عطيه برده بيأدي بشكل كويس، دوره مهم جدا جدا جدا، انا شايف ان مروان دوره مهم جدا لا غنى عنه في نص الملعب. يمكن لما بيغيب انا بحس ان نص الملعب بيتاثر بشكل كبير، بيكمل لان هو حلقه الوصل اللي ما بين خط الدفاع وخط النص الهجومي، وبيقدر يعمل الحته اللي بيدي الاريحيه للاثنين اللي قدامه يقدروا يعملوا التكمله الهجوميه ويزيدوا بشكل كويس. مين افضل لاعب خط وسط في مصر دلوقتي من وجهه نظرك؟ والله بص، ما يعني مش عايز ازعل حد، مش موضوع مش عايز ازعل، بالعكس لا يعني، انا شايف ان امام عنده اكتر من كده بكتير. يعني امام لو جاب الفورمه بتاعته هيبقى احسن 8 في مصر بالنسبه له، احسن نص ملعب في مصر. لكن انا بحب قفش وبحب تركيزه جدا، لان هو الوقت اللي بياخد فيه بيبقى مؤثر جدا يعني. قفش تلاقيه بينزل حتى في ماتش السادة بتجان، بينزل تلاقيه مؤثر، بيبدا تلاقيه مؤثر، بيقعد ما بيتكلمش، بيشتغل. فانا بحب النوعيه بتاعت قفشه دي يعني، النوعيه اللعيب بتاعت قفشه دي، لان هو كمان على ربنا زي ما بنقول كده، فاهم، سايب الامور على ربنا، فتلاقيه بيجتهد وبيعمل اللي عليه، فاكيد ربنا مش هيديله، لان هو اكيد بيتعب وبيجتهد. فانا نفسي امام يركز ويبدا يشتغل وما يفصل خالص عن السوشيال ميديا، يفصل عن كلام الناس، حتى من كلام ايجابي كلام إيجابي سلبي او سلبي. ركز ركز، انت عندك اكتر من كده بكتير امام، انت الناس مستنيه منك اكتر من كده بكتير. الناس، ان عملت ماتش كويس اقفل خلاص، مش هفضل صفحه وانتهت. بالظبط، لازم يبقى فاهم كده، لان هو لعيب الكواليتي بتاعه مختلف. امام لم احتاجيت النادي الاهلي عشان انت لعيب مختلف. انت لعيب عندك حاجات مش موجوده في مصر دلوقتي، اللي النوعيه دي اللي كانت موجوده في كذا فرقه لا دلوقتي مش موجوده. احنا كنا بنتكلم مثلا، انت بتقول على الجيل، انت عندك كان شوقي وحسام غالي مثلا في الحته دي، عاشور، الناس دي كلها في الفرقه الثانيه، كنت تلاقي حسني عبد ربه، تلاقي محمد حمص، تلاقي في كل فرقه
كان فيها اتنين او واحد مميز. وفي بتروجيت كان ساعتها محمد واحمد شعبان الاتنين دول كانوا لعيبه جامده. فانا بكلمك ان كان في حلول كتير، لكن انت ربنا مديك حاجه تحافظ عليها فلازم تشتغل وتحافظ عليها عشان انت جاي بناء عليها والناس بصلك البصه دي. فما ينفعش ان انا يبقى مستوايا شويه فوق شويه تحت، لا انت عندك والناس مديك الثقه ان انت تبقى كده. فاتمنى ان امام يقفل على نفسه ويركز، لان هو لعيب مهم جدا ولعيب كواليتي بتاعه مختلف عن اللعيبه اللي موجوده في مصر ان شاء الله باذن الله. طيب اسالك بقى على دوري ابطال افريقيا، وامبارح كانت في مباراه الاهلي امام السيد ابيجان، اتفرجت عليها وتابعتها بالتاكيد، شفت المكسب والانتصار ومشوار الاهلي في دوري الابطال السنه دي ازاي؟ وهل البطوله الافريقيه اختلفت شويه عن الفتره اللي كنت موجودين فيها؟ طبعا البطوله مختلفه بشكل كبير. بقت اقوى ولا مش موضوع اقوى قد ما هي ان انا شايف اللي على ايامنا كانت الفرق برضو جامده بصراحه. يعني على ايامنا كانت الفرق جامده والفرقه بتاعتنا كانت طبعا فرقه جامده. نفس الكلام دلوقتي، الجيل بتاع النادي الاهلي ده جيل كويس جدا، مسهل الامور على نفسه، حاسس بقيمه النادي الاهلي. فهو ده اللي مخليه دايما في قمه التركيز بتاعه، ان اللعيبه بتقدر تفصل، مش بتاخد بطوله وتفضل مركزه، لا دايما حتى في كلام اللعيبه تلاقيهم يقول لك احنا خلصنا النهارده البطوله او كسبنا الماتش النهارده، بنركز في اللي بعديه. هي دي سمه النادي الاهلي، عشان تقدر تكمل وتقدر تواظب على الانتصارات. فدايما لازم اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى فاهم القصه دي عشان يقدر يتاقلم وينجح في المكان. لو سالتك على هدف من الاربعه، ايه اجمل هدف؟ هدفين كهربا، هدف حسين الشحات، هدف قفشه. انا بالنسبه لي قفشه وجون كهربا الرابع. جون كهربا الرابع وهدف قفشه. قفشه. طب ما تيجي نشوف الجمهور كان تعليقه ايه على السؤال ده. ماشي. ان احنا سالنا في بدايه الحلقه من وجهه نظركم اجمل هدف من الاهداف الاربعه اللي اتسجلت بالامس في مباراه الاهلي امام استاد ابيجان. تعالوا نشوف مع شهاب الدين احمد تعليقات الجماهير. احمد اشرف بيقول اكيد يعني بلا منازع هدف كهربا الرابع اللي فرحنا بعودته. نفس تعليق شهاب على فكره هدف كهربا. امير بيقول هدف كهربا الرابع. ده في اتفاق على كده، اوكي اجماع يعني. عبد السلام بيقول هدف حسين الشحات لانه بذل فيه مجهود واحيا هدف. ماشي. راي مختلف معانا. احمد عباس بيقول هدف قفشه جميل، خد وهات مع طاهر، والفينش على طريقه توني كروس، مشجع اهلاوي من السودان، تحياتنا ليك ولكل اشقائنا في السودان. مصطفى بيقول سلام عليكم على كل الاهلاويه، احلى هدف في المباراه هدف كهربا الرابع، هو احلى هدف بصراحه. اوكي. ناصر والله كلهم اجمل من بعض، بس انا هختار اثنين بتاع قفشه وكهربا الرابع. صح. اجماع كله كهربا الرابع. يمكن هو جول حلو وجول، وماتش امبارح ده هيدي ثقه لكهربا للفتره الجايه باذن الله. نورتنا يا شاب. حبيبي سعداء بوجودك معانا. حبيبي انا سعيد. وما تنقطعش كده عن الجميع، لازم نظهر ونشوف ونتكلم، وباذن الله نطمن عليك قريب ونشوفك بقى في مجال الاداره او التدريب. حبيبي تكسر الدنيا باذن الله يا رب. وانا اللي مبسوط ان انا كنت معاك وموجود في بيتك. في بيتي طبعا، وبتمنى لك التوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا شهاب الدين احمد، نجم خط وسط النادي الاهلي. دايما في الترند كده بنتنوع في فكره التواصل مع كافه الاجيال، يعني بنرجع في التسعينات شويه بنتكلم على الفئه الجديده، الجيل اللي ما بين اعتزال لاعبين وظهور لاعبين، كان جيل مر بفترات صعبه. استضفنا عفروتو، شكري، شهاب، هشام بيلعب في الاسماعيلي، حسام عاشور حاليا طبعا من اللعيبه اللي كانت ليها تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، لعيبه سطرت تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي في السنوات السابقه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله يتجدد اللقاء في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.